احنا دلوقتي بدون انتخابات، لما ده ما يجيش وده ما يجيش وده ما يجيش، ايه اللي هيحصل؟ هنطلع مين عشان نقول له انت صاحب المسؤوليه؟ يبقى هنا الصوت الانتخابي مهم. الصوت ده امانه لازم نوديه للي يستحقه. البلد محتاجه اللي يعمرها ومحتاجه اللي يقف جنبها، مش محتاجه اللي يخرب فيها. وربنا ذكر مصر في القران ياما، وما ينفعش ان احنا نخرب فيها. عينك على العالم.